كشفت صحيفه الرياض السعوديه في تقرير لها الخلفيات السابقه لقاده ميليشيات الحوثي وكيف كانوا يشغلون مناصب زعماء عصابات الجريمه المنظمه في اليمن وبحسب الصحيفة فإن القيادي الحوثي الهالك صالح الصماد المطلوب الثاني في قائمة المطلوبين للتحالف العربي التي تتضمن أربعين اسما من قادة الميليشيات يعد من أبرز نماذج الجريمة المنظمة ورجال العصابات إذ عمل قبل الانقلاب واجتياح صنعاء في مجال تهريب المخدرات والمحظورات بمحافظة صعدة إلى جانب رئيس استخبارات الميليشيات أبو علي الحاكم وهو المطلوب رقم سته في قائمه التحالف وسبق ان سجن قبل الانقلاب اثر تورطه بتزعم عصابه متخصصه في سرقه الساعات والمواشي